تطبيق كويك لوب المكبر. مرحبا بكم لمشاهدة هذا الفيديو التعليمي الذي سوف أقوم من خلاله بشرح كيفية تحميل واستخدام تطبيق كويك لوب المكبر. كويك لوب المكبر هو أحد التطبيقات التي قام مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة بتطويره مع شركة FX لمساعدة الأشخاص ضعاف النظر. يقوم التطبيق ببساطة بفتح شاشة تكبير لموضع المؤشر على الشاشة. لنقم بتنزيل وتثبيت التطبيق على جهازك أولاً، قم بزيارة الرابط التالي: meta.org.qa/resourcecenter/ar/software.htm. تحت عنوان برامج ضعاف البصر اضغط على Quick Loop. اضغط على حفظ باسم واحفظه على سطح المكتب. اتبع تعليمات التثبيت على القرص الصلب التي سوف تقوم بمشاهدتها الآن. لفتح التطبيق All Programs FX Software Quick Loop. الآن البرنامج مفتوح. قم بتحريك المؤشر للمكان الذي تريد أن تكبره لكي تراه في شاشة الكويك لوب المكبرة. تستطيع تغيير حجم التكبير كما تشاهدون إلى 6 أحجام مختلفة. أيضاً تستطيع تحديد موقع شاشة الكويك لوب سواء عن طريق اختيار أحد الأربع مواقع الأساسية الموجودة لديك. أو عن طريق تحريك شاشة التطبيق بالفأرة للمكان الذي يناسبك.